اسمع، هنتكلم على الاوبجكتس. الاوبجكتس في جافا سكريبت ممكن اجي اعرف متغير او الفار خلاص سميته مثلا ماي ديتا بيساوي نيو اوبجكت ديتا نيو اوبجكت خلاص. يبقى كده انا عرفت فاريبل نوع اوبجكت، ما قلتش نيو اري، قلت نيو ايه نيو اوبجكت خلاص. ده بيمثل الحاجات اللي هي شويه يعني زي كلاسز كده عندنا في لغات البرمجه اللي هي اوبجكت اورينتد يعني. وقام جاي هنا قايل له ماي ديتا، خد بالكم من الحته اللي انا قلنا النهارده عشان دي من اهم الحاجات اللي انا عايز اتكلم فيها في الجافا سكريبت خلاص. هو قايل ماي ديتا دوت نيم ايكوال مثلا علي كده بالظبط. انا عملت ايه؟ اكني انشات بروبرتي جوه الاوبجكت. بقى في عندي بروبرتي، البروبرتي دي اسمها ايه؟ اسمها نيم. ممكن اقول ماي ديتا دوت مثلا ويذر، درجه الحراره مثلا او الجو. الجو مثلا ممكن اقول مثلا ايه ساني مشمس. يبقى انا كده عملت اوبجكت اسمه يعني ماي ديتا، عباره عن اوبجكت، وحطيت جواه كذا بروبرتي، ممكن اجي استخدم. خلاص كده عملت فيها مشكله كده، خد بالك البروبرتي بتنشئ وانت بتشتغل يعني، ما فيش عندك اي مشكله خلاص. ممكن اقوم جاي بقى مستخدمها ازاي استدعيها، اقوم قايل دوكيمنت دوت رايت اطبع لي ماي، او اطبع لي مثلا كلمه هلو فلان هلو، وجنب هلو جيب لي ماي ديتا دوت نيم، هيقول لي هلو ايه؟ ها علي، وجنبها بي ار بريك او سلاش ان خلاص. سلاش ان معناها نيو لاين، انزل سطر. بس دي بقى مش اتش تي ام ال، دي ايه؟ دي جافا سكريبت خلاص. ايه بدل بي ار؟ بي ار بس بي ار لغه اتش تي ام ال. سلاش ان دي ايه؟ جافا سكريبت خلاص كده. وما قال له مثلا دوكيمنت دوت رايت، وما قال له مثلا ايه توداي از، وقام جاي جنبها الايه ال ماي ديتا دوت ايه الويذر. بلاش ننزل سطر ولا حاجه. لو جينا جربنا الرن كده، قال لي ايه هلو علي توداي السن، ايه ده ما عملش نيو لاين. ساعات المفروض كان يعمل نيو لاين. ماشي مش مشكله، ما بلاش ماشي، بس هي موجوده يعني في اللغه، بس ما اعرفش ليه ما طبعهاش على الشاشه خلاص. المهم هلو نقطتين وعلي، قال لي توداي از ايه السن خلاص كده. حلو قوي. يبقى احنا كده عملنا زي اوبجكت، والاوبجكت ده جواه مجموعه من الايه، مجموعه من البيانات اللي احنا بنستخدمها. طيب في طريقه تانية اسمها اوبجكت ليترارز، دي عباره عن ايه؟ بدل ما بعرفه بالشكل ده بعرفه بشكل مختلف. اقوم جاي قايل له مثلا، اقوم معرف وانا بشتغل على طول يعني، اقول له var my data، اسلوب تاني، اسلوب تاني للتعريف، اقول له بيساوي وافتح قوس كده وادي قوس النهايه وسيمي كولون كده. عرفت متغير، قلت بيساوي وفتحت قوس للمحتويات الداخليه، المحتويات اللي داخل الماي ديتا دي، المحتويات اللي داخل الماي ديتا. هو جاي كاتب ايه؟ نيم وكولون، اللي هي بتساوي عندي يساوي نيم وكولون. وبعد كده قايل له مثلا ايه؟ علي. واحنا كنا ممكن يعني لو احنا نسيب الطباعه تحت ونقول ان احنا بنعرف بشكل مختلف، بدل ما نعرفها بالمنظر ده نعرفها كده، عشان بس ما نقعدش نكتب من اول وجديد. ماشي؟ وقايل له ايه؟ نيم، ومجاي نعمل يساوي، وقايل له مثلا ايه علي كوما، واقول له البروبرتي الثانيه مثلا اللي هي كنا متفقين عليها اللي هي الويذر خلاص، قول بتساوي صني وكوما والى ايه والى اخره، واكمل بقى زي ما انا عايز. نعم قول. ممكن بقى اشيل ماي ديتا دوت اللي هي دوكمنت تراي، اشيل ماي ديتا خالص. ليه عايز تقول ايه؟ لا لازم اقول ماي ديتا دوت نيم، لان كلهم دول ده محتوى داخلي لكلمه ماي ديتا. مش سكوب ولا حاجه، ده هو اوبجكت اسمه ماي ديتا وشايل البروبرتيز دي. ده مش
ده مش يعني ده يعتبر اوبجكت اوبجكت وجواه خصائص اوبجكت جواه ايه خصائص تمام. فانا هقول كده ممكن طبعا لو جبت عملت كده ريفريش عليه جاب لي كل حاجه مظبوطه. طبعا ممكن استغنى عن الكومه الاخيره دي على اساس ان انا بقول النيم والويذر وخلاص برضو هتشتغل معايا. لو حطينا كومه او ما حطيناش الراجل صراحه ما بايه ما بيزعلناش في الحاجات دي خلاص كده. طيب عايزين نتكلم على حاجه تاني. عايزين ازاي نعمل functions as a method. يعني ايه function as a method؟ الفانكشن ما تبقاش مجرد function تبقى as a method يعني اكنها موجوده جوه الاوبجكت. عايزين نحطها جوه الايه جوه الاوبجكت بتاعنا. لو على سبيل المثال my data ده والنيم بتاعنا والويذر وعايز اعمل كوما واعمل function واعمل ايه function ده اكنها كانك بتعمل كلاس اسمه مثلا ممكن يكون ده اسمه employee وليه اي دي وليه نيم وليه مش عارف بيرث ديت وليه 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 ولي شويه فانكشنز جواه على طول بشكل مباشر. بس خد بالك بروبرتي خلاص. خد بالك بقى لما بنيجي ايه نكتب فانكشن اذا ميثود بعملها ازاي وام جاي بس خد بالك من شكل الكتابه. مثلا هسميها برنت مسج مثلا فاقول له برنت مسج نقطتين فوق بعض كولون فوق بعض واكتب فانكشن. كنا الاول معتادين نكتب كلمه فانكشن وبعد كده مسافه اسمها. لا لما اكون جوه جوه اوبجكت بنكتبها بالشكل ده نكبين اسمها وبعد كده نقطه كولون وبنكتب كلمه ايه كلمه فانكشن وادي ايه كوسين وادي كوسين كده واكتب الفانكشن اللي انا ايه اللي انا عايزه. مثلا هطبع فيها اي حاجه وليكن هطبع فيها السطرين بتوعنا دول اللي احنا عاملينهم تحت هخليهم كل واحده على سطر. ممكن نقول برنت لاين ال ان يعني برنت لاين سيبنا من دي برنت لاين دي معناها اطبع بس اطبع على ايه اطبع على سطر اطبع على سطر ومتحطتهم جوه جوه الايه الفانكشن بتاعتي خلاص كده. بقى كده عندي يعتبر عندي اوبجكت اسمه ماي داتا وادي بدايته وادي نهايته جواه بروبرتي اسمها نيم وبروبرتي اسمها ويذر وجواه ميثود اسمها فانكشن بتطبع هلو كذا ومش عارف توداي مش عارف ايه. طيب لو انا عايز استدعي طبعا عرفنا نفس الطريقه بالظبط يعني هقول برضو لو انا عايز استدعي هنا مثلا اقول له اطبع مثلا اقول له ماي داتا ومنادي دوت واسم الفانكشن اقول له برنت الايه المسج والسيمي كولون خلاص كده وخلصت. لو جينا عملنا الفريش هنلاقي ان الطباعه بتاعتنا شغاله مش فيها اي ايه مش فيها. خد بالك انا بوريك طرق بس كلهم بيؤدوا لايه نفس الشغل بس انا بحسن كل شويه كل شويه بحسن. لا ما كناش عاملين فانكشنز بدانا نعمل ايه بدانا نعمل فانكشن خلاص. طيب دلوقتي عايزين بقى ايه نشتغل مع البروبرتيز دي ازاي يعني نريد شفناها. يعني ما اجي اقول له الدوكيمنت دوت رايت واقوم قايل له ماي داتا دوت نيم فكده بريد قيمه النيم بريد قيمه مين النيم. لكن دلوقتي احنا عايزين نوصل لحاجه ثانيه ايه هي انا عايز يعني اغير اريد وموديفاي البروبرتي فاليوز ازاي اغير الفاليوز اللي موجوده عندي. هل ينفع اصلا هتجود عليا هل ينفع اكسس الحاجه واغيرها؟ ممكن. لو انا جيت مثلا قبل دي قمت قايل ماي داتا دوت نيم قمت قايل له عادل هو ماي نيم النيم كان شال مين؟ كان شال علي. لما انا قلت له دلوقتي غيرها عادل وجينا هنا عملنا الفريش طبعا خد اخر ايه؟ اخر قيمه. لو كنا نادينا على الماسج على الفانكشن قبل ما نغير قيمه البروبرتي كان هيطبع هنا مين؟ اخر قيمه جايه له من فوق علي هيطبع بعد كده مغير البروبرتي خلاها عادل وبعد كده يطبع مين؟ يطبعها بعادل. لو جينا عملنا ريفريش لو انت عايز تعملها ريد اونلي اقراها بس مفيش كونسترينتس انت بتحطها تكبره مفيش اصلا هو اوبن سورس فاهم يعني فكره الاوبن سورس خلت الفكره برضه تتغير. الاوبن سورس الكود مكتوب قدامه زي انت مش بتقفله وبيخليه نادي ومش عارف ايه مفيش خلاص كده اللي هنا هو ما هي ما اشتغلتش هنا يعني هو ما اهتم لهاش يعني بس برضه اللي ان برضه ما اهتمش بيها برضه خد بالكم ايه المفروض كانت تبقى على سطر وده على سطر المفروض الرايت لاين تفرقها على سطر بس هو ما عبرناش بصراحه
بس اول مره في حياتي ما تعبرنيش بصراحه، عشان برضو للامانه يعني اشتغل معايا على طول يعني، بس اول مره اجرب ايه اللي انه ما عبرتنيش. مش مشكله، احنا عارفين لما نحب نعمل عندنا بي ار بي ار لو احنا عايزين يعني، او ممكن نزود هنا مثلا عشان على الاقل يطلع كل جمله منهم في ايه سطر. عملت الفيش اشتغلتش اصلا. ما قدرش ينادي تاني مرة يعني، شغل لغاية أول مرة لغاية ما وصل لغاية البي ار. الفيش تمام كده؟ طيب مفيش مشكلة. طب عايزين نتكلم عن حاجة تانية، هل هي دي الطريقة الوحيدة إن أنا أكسس بيها البيانات اللي موجودة جوه الأوبجيكت؟ لا، في طريقة تانية مهمة جدا ولذيذة، إن أنا ممكن مثلا أغير في الويذر فأقول له ماي داتا دوت، بس ما اقولوش بقى او ماش دوت، ممكن اعمل له اتعامل مع البروبرتيز كاري، اتعامل مع البروبرتيز كاري وما انا كاتب اسم البروبرتي مثلا ايه ويذر، عملت ماي داتا وعملت الايه اكن الويذر دي محطوطه كايه كاري موجوده عندي خلاص كاري، فخانه الخانه اللي عليها الدور يعني خلاص، وما اقول له مثلا اغيرها مثلا خليها مثلا ريننج مثلا اتمطر خلاص. طيب لو جينا دلوقتي جربنا بقى الثانيه هتبقى ايه؟ هيقول لي عادل عنده درجه بتنطر، اما علي عنده ايه؟ الجو مختلف. خلاص كده؟ يبقى عرفنا طريقه ثانيه ان احنا نقدر نغير بيها او ناكسس بيها ال البروبرتي. بس في حاجه ثانيه جميله برضه، الحاجات الجميله كتير بصراحه، مش عارف يعمل ايه ولا ايه. ممكن برضو البروبرتي دي بدل ما ناكسسها بالشكل ده ممكن ناكسسها بشكل مختلف، يعني ممكن ساعات بنحتاج حاجه زي كده، ممكن طبعا يعني ممكن اعرف متغير اسميه بروب واقول بيساوي ماي داتا خلاص، واقول له المصفوفه العنصر اللي اسمه مثلا، او اسميه بلاش ماي داتا اسميه مثلا ويذر خلاص كده. فكده خلاص بروب دي شايله مين؟ شايله كلمه ويذر بس، ببساطه جدا انا هنقطع غيره ومعايا كلمه ايه؟ بروب. طب لا معلش اه لا ما تدخلناش بقى في متاهات بعدين يبقى اسالني خلاص. نعم اسمه متغير يا اخي اهو بلاها بروب وبرو الكلام ده اكس اكس، احنا اتعودنا على اكس خلاص خلاص. فار اكس بتساوي ويذر، هنا ماي داتا اكس بتساوي ريننج، واحد اللي ما عندناش حاجه بس حطيناه جوه ايه؟ جوه متغير ليس الا يعني خلاص، حطيناه جوه متغير. طبعا دي واحد يجي يقول لي ما عندناش اي حاجه ملهاش لازمه، لا اقول لك لا انا بس حابب ان انا اخليك تلقط ان خد بالك اسماء البروبرتيز دي ممكن تتشال جوه متغيرات والثانيه تنادي على حاجه، فممكن تقدر توصل لحاجات لو تقدر تدخل حاجات في بعضيها توصل لناتج كويس يعني. طبعا انا كده خلاص برضو لو عملت ريفريش هلاقي ان الحاجه دي اشتغلت وبدون ايه؟ وبدون برضو اي ايه؟ اي مشاكل. طيب افترضنا بقى يعني عايز استفاد، انا عايز استفاد من من وضع المتغير ده اللي انا بقول عليه ده، ايه الاستفاده يعني؟ او ايه اللي انت عايز توجهني ليه؟ او ايه اللي عايز تخليني اخد بالي منه؟ هقول له هقفل الشيل ده كده خالص كده، ما بناديش فوق كده، فوق لسه ما زال الاوبجكت بتاعي اللي اسمه ماي داتا، شايل بروبرتي اسمها نيم وبروبرتي اسمها ويذر، وشايل ميثود اسمها ايه برنت ايه برنت مسج صح كده. ممكن بقى اعمل جمله ساعات بيسموها في لغات البرمجه المعتاده اسمها فوريتش خلاص، بس هي اسمها هنا عندنا برضو فور زي ما هي يعني خلاص. الميزه بتاعتها ان هي بتعدي على الاري، بتشتغل مع الاري، بتشتغل مع الاري او بتشتغل مع كوليكشن بشكل عام، كوليكشن يعني اي مجموعات خلاص. فتعتبر احنا اتفقنا ان احنا قدرنا ناكسس البروبرتيز اللي موجوده جوه الاوبجكت اللي اسمه ماي داتا ده كشكل اري، ولا حد زعلان؟ مش عملنا كده من شويه؟ لما قلنا وفتحنا قوسين مربعين اكنها اري واشتغلنا صح ولا لا؟ فهو ممكن يستفاد من الحته دي انك تعمل حاجه جميله جدا، فممكن اقول له فور خلاص واما اعرف متغير فار اكس اللي موجود ان اللي موجود ان الماي داتا، اصبح كده المعنى ايه؟ اكس
مع اول لفه تاخد اول عنصر في ماي داتا اللي هو النيم، مع تاني لفه الاكس تاخد تاني عنصر في الماي داتا اللي هو مين؟ اللي هو الويذر. لا ما تاخدش في فانكشن بربرتس بس، خلاص كده وهكذا. انت قدرت تستفيد بحاجه مهمه جدا. الاكس هنا بتشيل كلمه ايه؟ اول مره تشيل كلمه نيم، تاني مره تشيل كلمه ويذر. الله، ده احنا كده نقدر نستفاد بالاسم ونشتغل بنفس الاسلوب اللي انت ورتولنا من شويه، اللي هو اقدر اقول دلوقتي document dot write ومقايل مثلا النيم اسم البروبرتي يعني، او البروبرتي البروبرتي وجنب البروبرتي نقطتين فوق بعض كولون واطبع الاكس، واطبع مين؟ الاكس. خلاص، وبعد كده اقول له الفاليو بتاعته، الفاليو بتاعت البروبرتي ديت، وجنبها اطبع مين بقى؟ اقول له عارف ماي داتا؟ هيقول لي عارفها. هقول له اوف اكس. اوف اكس، خلاص ماي داتا اوف اكس. واكس بالنسبه لي هتبقى شايله اول مره اسم اول بروبرتي، تاني مره تاني اسم، تاني ايه؟ بروبرتي. وبعديها اعمل له بي ايه؟ بي ار مع كل لفه. ها مين ما فهمش دي؟ اهي اكس اول مره هشيل كلمه ايه؟ نيم، لان هشيل اول عنصر جوه ماي داتا. هقول لي بروبرتي نقطتين واكتب لي اكس اللي هي كلمه ايه؟ نيم. وبعد كده فاليو نقطتين، وبعد كده ماي داتا اوف اكس. ماي داتا اكنك بقول ماي داتا بتاعت مين؟ بتاعت النيم، صح؟ فيدور على النيم قيمتها ايه؟ يقوم جاب عالي، صح كده؟ ويعمل بي ار يطلع على اللي بعده، هياخد البروبرتي الثانيه اللي هي وذر اللي هي جوه اكس، تبقى اكس شايله كلمه وذر، فيطبع بروبرتي والاكس اللي هي كلمه وذر. الفاليو بتاعتها ماي داتا بتاعت الايه؟ بتاعت الاكس اللي هي الوذر، فيطبع لك مين؟ طب هل يا ترى هيتعامل مع الفانكشن بقى كعنصر بعد كده، ولا مش هيتعامل مع الفانكشن كعنصر بعد كده؟ واحنا نقدر، المفروض نقدر نفرق، بس معنى دلوقتي من التفرقه. لكن هو بالنسبه له النيم ده متغير وشايل كلمه علي، والويذر ده متغير وشايل كلمه سني. لو جيت بصيت كده بعينك كده، الله، يبقى برنت مسج ده متغير وشايل كل الكلام ده كله، ولا غلطان؟ لو جيت بصيت عليك بالمنطق العادي كده، وانا ما قلت لكمش ازاي متغير يشيل فانكشن، ما قلت لكم امبارح لما عملت فار اسمه متغير وقلت له بيساوي متعمل فانكشن، فاكرين؟ هوريكم كمان شويه، ماشي. بس هو ممكن برضو اعرف متغير وقول بيساوي فانكشن. لا عملناها، انا بقول عملتها، لا بيجيب الفانكشن اللي بتترن منه، واقدر انادي بالاسم المتغير، اقدر انادي على الفانكشن باسم المتغير. يعني عملت، يعني اكن قلت ايه؟ var x بيساوي فانكشن، قمت عامل الفانكشن بتاعتي. بس انا كنت الفانكشن بتترن قيمه مثلا، مش اوكي خلاص، حتى لو مش بترن قيمه عادي مش مهم، بس هتنادي عليها تشتغل. ما نادى عليها، بنادى عليها باسم المتغير. هي نفس الفكره بالظبط، ده يا جدعان ده متغير بالمنظر ده عباره عن متغير، صح ولا لا؟ اللي هو بالنسبه لنا بروبرتي، بس شايله المره دي كل ده ايه؟ كل ده جواها، اكن دي فاليو بتاعت المتغير ده. لو انت بتعمل كده الاكس المره دي تالت مره هتاخد كلمه برنت مسج، ولما تيجي تطبع ماي داتا اكس المفروض تطبع لك كل الرغي ده كله، بس تطبعه كسترنج عادي. تعال نشوف كده، نجرب ونعمل ريفريش. قال لي بروبرتي اللي اسمها نيم شايله كلمه ايه؟ علي. الويزر شايل كلمه ساني، اما المتغير اسمه برنت مسج شايل ايه؟ كل الرغي ايه؟ كل الرغي بتاع الفانكشن دي من اولها لغايه اخرها، صح كده ولا ايه؟ فخد بالك من دي حاجه مهمه. طب هل انا عندي امكانيه بعد ما عملت الاوبجكت دي مهمه جدا، عملت اوبجكت خلاص، هل عندي امكانية اضيف عليه بروبرتي؟ حاجات مش من المعتاده دي. خلاص ينفع، ينفع. طب هل ينفع ان انا اديليت بروبرتي من اللي موجوده؟ يعني عندي النيم وعندي الويذر وعندي كذا وعندي كذا، هل ممكن اشيل واحده منهم وخلاص مش عايز استخدمها تاني؟ ممكن. تعال نشوف مثال يوضح لنا ازاي، بس خد بالكم من الفوريتش دي اللي بيسموها كده مجازا فوريتش. خلاص،
هي بتشتغل مع اي حاجه زي الري او اي حاجه تقدر تمشي، بيبقى اكس كل مره هو اول عنصر في الايه في الكوليكشن، يعني مره هو ثاني عنصر في الكوليكشن، ثالث مره وثالث عنصر في الكوليكشن، يخلص الكوليكشن يخلص هو لوحده اوتوماتيك مفيش عنده مشكله. خلاص كده. طيب تعال نقول ايه، والله احنا عايزين نقاد ازاي نقاد يعني ميثود جديده. لو انا عندي على سبيل المثال كده او خليه زي ما هو اللوب الفور دي زي ما هي كده، انا خلصت نقطه اهو، ادي الاوبجكت اللي اسمه ماي داتا صح، وادي كل المحتوى الداخلي لي خلاص، وعملت سيمي كولون يعني خلصت الايه، حد يرد عليا خلصت الاوبجكت. خلينا نعمله تحت عشان بس تبقى كمان بالنسبه لكم يعني اوضح بشويه. واجي هنا بعد كده اقول له ماي داتا دوت مثلا داي اوف ويك، قمت قايل له ايه ماندي. هل هي في حاجه اسمها داي اوف ويك؟ لا، هو ما كانش فيه في اللي موجود فوق، بس طالما انت عرفتها كده واديتها قيمه يبقى هو هيضيفها عادي جدا. شفت الدنيا جميله ازاي؟ بيس عادي كده وخلاص. بيس يعني مش مشكله، بدليل ان احنا لو خلينا الفور بتاعتنا زي ما هي شغاله دلوقتي وجينا عملنا كده ريفريش عادي جدا هيزود لك بروبرتي اسمها دي اوف ويك وجواها ماندي وعادي جدا. بس تمام خلاص كده مش مشكله. خلاص كده. طيب لو انا عايز اضيف ميثود مش اضيف بروبرتي، هتفضل بروبرتي كده سهله اهي صح. طب لو احنا عايزين نضيف بقى ايه، نضيف نزود بروبرتي من البروبرتيز الموجوده، فاقول له ماي داتا دوت مثلا ميثود اسمها سي هالو، واحد يقول لي كده بالمنظر ده بقى بروبرتي. قلت لك انت لو خدت بالك احنا عاملين كله بروبرتي صح ولا لا؟ اللعبه قايمه ان انا بقعده متغير واقول له بيساوي فانكشن زي ما خدناه قبل كده، المتغير بيساوي فانكشن عادي وانا دي باسم المتغير عادي، فانا هعمل نفس القصه اقول له سي هالو اقول له بيساوي ومعامل فانكشن. طبعا سواء كانت بتستقبل بارامتر او ارجمنتس او لا، وادي بدايتها وادي نهايتها ومعامل اللي انا ايه كاتب اللي انا عايزه جواها. يعني مثلا على سبيل التبسيط ممكن اقول له دوكيمنت دوت رايت. على فكره انا اهم حاجه عندي بقولها في جافا سكريبت النهارده هي اللي هيبقى عليها الشغل كله قدام. خلاص دوكيمنت دوت رايت هلو. فكده انا ضفت على ضفت ميثود جديده على الاوبجكت اللي موجود على الاوبجكت اللي ايه الموجود، بس لما احب انادي على بايه سي هالو. طبعا انا هسيب طبعا الايه اللوب بتاعي بينادي على الكل، بس مجرد ان اشوفهم كلهم موجودين ولا لا. ريفريش قال ان في واحده جديده اسمها سي هالو والفاليو بتاعتها فانكشن عاديه شايله كذا 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 عادي جدا. طبعا انا ما زلت اقدر اكسسهم بالطريقه العاديه، يعني اقدر اكسسهم بالطريقه العاديه اقدر اوصل لاي واحده فيهم عادي. يعني ممكن اقدر اقول في الاخر كده مثلا my data dot say hello function عادي بنادي عليها عادي وهيطبع لك كلمه هلو، هيطبع لك كلمه هلو عادي. لو جينا عملنا كده ريفريش هتشتغل وتطبع لك كلمه هلو عادي. يعني بضيفهم كده بعمل لهم حاجه اسمها بابند بالحق باللي موجود. خلاص بالحق بالايه اللي موجود. طيب طبعا انا عايز اديليت بقى، يعني شفنا الكلام ده جميل قوي. طبعا الديليت احنا خدناها بس انتوا مش فاكرين احنا خدنا الديليت اوبجكت صح ولا لا؟ ايوه ما هي اري، مش احنا اعتبرنا دلوقتي الاوبجكت اري واعتبرنا ان كل بروبرتي فيه اري، ما هي اللقطه جايه كده. خلاص كده. يعني ممكن اقوم جاي اقول له ايه مثلا دي مثلا قبل دي، لا مش قبل دي، قبل الفور، مش الفور بتلف عليهم كلهم، قمت قايل له ديليت. خلاص وبعد ديليت قلت له ديليت الماي داتا دوت سي هالو. احنا متاكدين سي هالو موجود ولا مش متاكدين؟ وجربناها من شويه كانت بتتبع. هنا قبل اللوب اللي بيعدي طبعهم كلهم قلت له ايه؟ ديليت سي هالو، بلاش ديليت سي هالو، ممكن اقول له ديليت الاساسيه اللي كانت موجوده اصلا من جوه البرنت مسج، اقول له برنت مسج، قلت له ديليت my data dot print message. فكده هيشيل العنصر ده من جوه مين؟ الاوبجكت وكله. لو جينا عملنا كده ريفريش هلاقي ان راحت فين؟ ما بقاش فيه غير النيم والويذر والداي اوف ويك وسي هالو الجديده، اما مش عارف اسمها ايه اللي احنا حذفناها حذفت، البرنت مسج اتحذف.
بس كده فقدرنا ندلت ايه. طب حلو قوي، بس ساعات ببقى عايز يعني اعرف، ببقى عايز احدد هو في ايه، دي بروبرتي ولا مش بروبرتي، صح كده؟ لو جيت كده احنا عندنا لسه لغايه دلوقتي مفيش مشكله عندنا، احنا عارفين احنا عاملين ايه فوق. انا عايز احدد ايه في الاوبجكت ده هاز بروبرتيز ولا لا. خلاص كده البروبرتي دي موجوده ولا لا، عايز يعني ايه. طبعا انا اقدر احدد دي ميثود ولا بروبرتي بسهوله. ليه بسهوله؟ ما هي لو اقولها كلمه فانكشن، لو الفاليو، لو دي، لو الفاليو دي اول حاجه فيها كلمه فانكشن تبقى دي، تبقى دي فانكشن. ما فيهاش كلمه فانكشن تبقى دي ايه، بروبرتي. فدي سهله جدا ان اقدر افرق ما بين الاثنين، لان انا كنت عايز حاجه ثانيه، انا عايز احدد الفانكشن دي موجوده ولا مش موجوده. انا دلوقتي عمال اشيل واحط واشيل واحط، قدام لما تبقى انت حريف شويه هتلاقي ان الكود بتاعك بتعمل كود معين هو يشتغل على بقيه الاكواد بتاعتك، ما انتش عايز تكتب الكود كل مره، فالكود ده بيتحذف هنا فبيتست على حاجات معينه، لو لقى كذا يشيل الفانكشن دي، لو لقى كذا يزود البروبرتي دي الى اخره. فممكن بعض الاوقات بتيجي عايز تسال بقى هي البروبرتي دي موجوده ولا مش موجوده، ولا اتحذفت، ولا اللي حصل لها. ممكن تكون عايز اعمل البروبرتي اصلا بالنسبه لك انت انديكيتور. يعني ايه انديكيتور؟ حاجه تميز لك لو البروبرتي دي موجوده يبقى ده كذا كذا، لو البروبرتي دي مش موجوده يبقى ده كذا كذا كذا. ممكن تعمل حاجه زي كده. هناخد يعني اوبريتور اسمه از. ايه؟ لو نفس الطريقه، انا عايز اعرف الفانكشن دي او البروبرتي دي موجوده جوه الاوبجكت ولا لا، نفس الطريقه. خلاص؟ لكن هقدر افرق ما بين هي اوبجكت ولا هي هي بروبرتي ولا فانكشن من خلال اول كلمه تبقى كلمه فانكشن. خلاص كده؟ طيب. فببساطه جدا لو جيت قمت عامل كده var مثلا اكس، قلت اكس دي بتقول ايه؟ البروبرتي اللي اسمها نيم، البروبرتي اللي اسمها نيم، هل هي انا قلت بتاع البروبرتي اسمه دوت، انا قلت اوبريتور اسمه از صح؟ هو اسمه ان مش از. فاقول له هل النيم ان ماي داتا؟ يبقى اكس دي هتاخد يا اما موجود يا اما مش موجود، يا ايه يا ترو يا فولس بوليان. خلاص كده على حسب ايه، النيم موجود ولا لا. الله، يعني ممكن انا بعمل الفور اللي هي فور اتش يحسب منها كده دي، هي وبتعدي اقدر اسال في اوبجكت تاني. يعني ممكن يكون عندي اكتر من اوبجكت، كل اوبجكت شايل حاجات زي قريبه من بعض، وشلت من دي لكن ده ما شلتش منه. يعني مثلا عندي مثلا ايه موظف وعندي مانجر، فقلت والله لو كانت الوظيفه بتاعته مانجر شيل الحقل الفلاني والحقل الفلاني او البروبرتي الفلاني والبروبرتي الفلاني، اما لو كان موظف زود الفانكشن الفلانيه مثلا. فجالي الاوبجكت بستقبله بقى باسم عام، فاستقبلته عايز اعرف هو انا واحد، فبسال على بروبرتي هي موجوده ولا مش موجوده، بسال على حاجه اقدر اعرف منها يعني الاخر. او عندي التو اوبجكت وبقارنهم ببعض، بعد على واحد بعد على البروبرتي بتاعته، انت عندك بروبرتي اسمها ايه؟ يقول لي النيم، اقول له طب موجوده في الثاني؟ عندك بروبرتي اسمها ايه كذا؟ طب هي موجوده في الثاني؟ او عندك بروبرتي اسمها كذا؟ طب هي موجوده في الثالث؟ الى اخره. ممكن اقدر اطلع بالكلام البسيط ده الى حاجات ايه؟ حاجات كبيره. طبعا كده هيشيل يا يا لا، لو عملنا الدوكيومنت دوت رايت قيمه الاكس، طبعا المره دي المفروض تقول لي ايه؟ ترو. المفروض تقول لي ترو، النيم موجود. قال لي طبعا ايه؟ ترو، النيم فعلا ايه؟ موجود. طبعا طبعا لو قلنا طب الديت موجود هيقول لي ايه؟ طبعا فولس، الديت مش ايه؟ الديت مش موجود. طيب حاجه لازم ايه يعني الفرق ما بينها، ان هي كانت دوختنا فتره. يعني في فرق ما بين معاملات الاوبجكت ومعاملات المتغيرات بشكل ايه كده يعني بسيط شويه. لو انا عندي ماي داتا ده سميته اوبجكت ماي داتا واحد، خلاص مكبر اللي جواه ده كله، قمت عامل منه عامل منه نسخه ثانيه بس سميتها ماي داتا 2، ما غيرتش اي حاجه، البيانات هي هي البيانات. خلاص كده في كده مشكله من اي نوع؟ حد بيرد عليا؟ مفيش مشكله من اي نوع. حلو، وهشيل كل الحاجات اللي بتضاف والحاجات اللي بتشال والكلام ده كله، مش عايزين الكلام ده خالص. كده في تو اوبجكتس
واحد اسمه ماي داتا 1 واحد اسمه ماي داتا ايه 2 والاثنين تيبيكال صح كده تيبيكال بالظبط. انا عايز اسال شويه اسئله عشان بس ناخد بالنا من حاجه. لو قلت ماي داتا 1 دوت نيم هل هي بتساوي ماي داتا 2 دوت نيم وهيطبع لك قيمه الايه الاكس منطقيا جدا تطلع ايه ترو ان الاسم هنا هو بيساوي الاسم ايه اسم هنا. اجي اعمل في ريفريش طلعت ترو بدون اي مشكله خلاص كده ايه اتخضيت كنت متوقع ان المنطقه يطلع اكيد فيها حاجه اكيد فيها حاجه. طب استنى طب اقول لك انا طيب لو قلنا ماي داتا 1 بتساوي بلاش دي طب دي فاكرين دي ولا مش فاكرين دي ماي داتا 1 دوت 2 فاكرها بتساوي تساوي تساوي ماي داتا 2 دوت 2 هي هتبقى ترو ولا فولس لان النوع البيانات كمان متفق فالمفروض تطلع معانا ايه تطلع معانا ترو. لو كده عملنا ريفريش طلعت معانا ترو مفيش اي مشكله. طيب لو جيت قارنت ماي داتا 1 ماي داتا 2 واخلص احنا ما نقولش بقى بيساوي بنسميها يطابق. هل ماي داتا 1 يطابق ماي داتا 2 يطابق العناصر اللي هو والقيم والانواع والانواع كل حاجه يعني القيم والانواع طيب القيم والانواع طيب خلاص دي هتجيب ترو ولا فولس ها بس طب هو انا اسالك سؤال هو الانواع الداخليه واحد لكن النوع الرئيسي ايه ده اسمه ماي داتا 1 وده اسمه ماي داتا ايه 2 عشان كده جاب لي ايه فولس على اساس ان ماي داتا 1 ده اصلا نوع وماي داتا 2 ده اصلا ايه نوع بس ده اسمه ماي داتا 1 ده مش عشان اسمهم 1 و2 فتقول ان هم زي بعض لا لا ده اسمه وده اسم يعني اكنك بالظبط عملت ايه احمد وعلي اه بالظبط كده اكنك عملت نوع ده مثلا اسمه بلاش ماي داتا 1 وماي داتا 2 ما انت اكنك سميت ده كده ام وسميت ده كده ايه ام جي ار بالظبط كده صح لا فده يعتبر حاجه وده يعتبر ايه حاجه ثانيه ده نوع وده نوع مختلف لما جينا قارنا الام بالام جي ار ما نقدرش نقول ان النوعين متطابقين ما نقدرش نقول ان النوعين ايه متطابقين لو جينا عملنا ريفريش فجاب لي ايه جاب لي فولس صبر. طب لو انا جيت عملت ايكوال عاديه مش التطابق قلت الام بي بيساوي المانجر هل ام بي بيساوي المانجر هيجيب لي ترو ولا فولس طيب والمفترض يجيب ايه ترو ده المفترض لكن لما تيجي تعمل ريفريش يجيب لك فولس خلاص هيجيب لك فولس اه يبقى ناخد بالنا بقى ان هو ما بيقدرش يطابق الايه الاوبجكتس خلاص كده ما بيقدرش يطابق حتى لو هي حتى لو نفس الطيب الا في حاله واحده خلاص ايوه الا حاله واحده هو قال مثلا فار تكنيكال مثلا وقول بيساوي المانجر تكنيكال ده بيساوي المانجر خلاص بقى التكنيكال ده جواه النيم وجواه الويذر وجواه البرنت مسج صح بس انا سويته بالمين بالام جي ار. تعالى نسال سؤال هقول له هل الراجل التكنيكال ده بيساوي المانجر ولا اقول لك بيتخلفه بيطابق الاول بيطابق المانجر لا الناس بقى اسئله بقى ايه تحير شويه هل ده مطابق لده بالظبط لو جينا عملنا ريفريش هيجيب لك ترو ايوه ايوه لان هو خد منه جمله اشمعنى خد منه جمله هو لان انت قايل له ده بيساوي ده فهو خد كل هنا حط كل في اللي هنا بالظبط فطبقه حته انا قلت لكم عشان هي حيرتني فتره كبيره ليه السؤال ده قال لي ترو اقول لك ليه اكنك عملت ايه طب ثانيه بس افهم لكم هو اشتغل بيها ازاي او جت في دماغه او جت هو جات له يعني اتعمل بيها ازاي بالظبط كده اكني كنت معرف انتوا عارفين برمجه العاديه باي لغه تانية يعني كنت بتعمل مثلا ايه كلاس اسمه امب مثلا فجيت قمت عامل منه اوبجكت كنت مسميه اكس بيساوي نيو امب اكس ده دلوقتي عباره عن ايه اوبجكت من نفس نوع الكلاس اللي هو اسمه امب فبيت عملت واي بتساوي نيو امب فانت انا عملت ايه يبقى خليت برضو هو اوبجكت من نفس النوع فانت لما جيت عملت هنا بيساوي قلت المافار تكنيكال بيساوي المانجر فانت طبقته بنفس النوع
لكن لما جيت عملت واحد ام جي ار وواحد تاني اسمه امب, هما في الحقيقة نوعين مختلفين, هما نوعين مختلفين واثنين اوبجكت مختلفين تماما, ما بيسلموش بعض حتى وان صدف, حتى لو صدفت ان محتواهم واحد, حتى وان صدفت ان محتواهم ايه, لكن هو اتعامل معهم ان ده اوبجكت ده اوبجكت ايه مختلف. لكن الحاله الثانيه ليه بيساوي, هو عايش ده اوبجكت ده اوبجكت تاني, ده هو ده نوعه مانجر, وده برضو اللي هو اسمه سميناه تكنيكال, ده اسمه متغير بس هو نوعه مانجر. طب وانا لو عرفت برضو متغير انت حاجه يعني خد نفس النوعيه, عشان كده ما جه طابق طابقها بترو, عشان هو خد, لان الوقت يعتبر ده يعني التكنيكال ده مجرد مسمى للنوع اللي اسمه ايه ام جي ار. طب لو سميت النوعات والمغير برضو التكنيكال وسويته بالام, يبقى كده في الحاله دي الام هو الام المانجر. اه طبعا صح, لان التكنيكال نوعه مانجر, فلو جيت انت خليت الام نوعه تكنيكال, ما هو التكنيكال ده مش نوع اصلا, ده متغير بس هو نوعه مانجر, هتلاقي تطابق هيطابق التلاته مع بعض. اه بس السؤال بقى ليه يطرح نفسه لو حطيتهم الاثنين دول؟ لا لا لا, لو جيت قمت قال ايه التكنيكال ده بقى خلاص ما بقى فيه نيم, قمت خليته مين كريم كده, غيرت في محتوى مين في محتوى التكنيكال خلاص, اهو كان ما هو كان ايكوال المانجر بس تم التغيير عليه كده, وكده بقى تم التغيير على الايه عليه ذات نفسه. وجيت عملت ريفريش هيجيب لك ترو, يعني مش ام نفس النوع, هو ده اللي بقوله, هو نفس النوع, هو طبق نفس النوع بس دلوقتي كده. طب هو غير اللي فوق, انا ما قارنتش نوعيه يعني, بص خد بالك من حاجه, انا ما جيتش قلت تكنيكال دوت نيم دوت بتساوي المانجر دوت نيم ولا لا, دي تطلع معاك ايه فولس, ده كريم وده مين ونفس النوع بس ده في حاجه تطلع بكده بالثلاثه, تطلع في ثلاثه يساوي ده ايوه بس مفيش, لكن الفاليو مختلف, الفاليو عندك مختلف. وجيت عملت الفيش جاب الترو, طب بص خد بالك من اللقطه اللي جايه دي كمان, الله طب انا لو حبيت اطبع كده خد بالك من دي, وحياتك يا شيخ ركز معايا فيها, لو جيت هنا وقمت قايل ام جي ار دوت النيم عملت الفيش معاك كريم, عشان قلت لك اعتبر التكنيكال ده مجرد اسم, مجرد اسم من الاوبجكت, لا سمي يعني ايه سميته اكتر من اسم, سميته اكتر من اسم يعني ايه, انا عندي تو اوبجكتس, الاوبجكت بينشا بالشكل ده var imp وقوم بيساوي ومتعامل الاوبجكت بتاعي خلاص كده, ده كده اوبجكت خلاص, var mgr ومتفادح ايه قمت معمل الحاجه بتاعتي دي خالص. احنا كل مشكلتنا ان احنا بنبص على اللي جوه, كل اللبس عندنا الوقت احنا بنبص على اللي جوه, الله ده نفس الانواع اللي جوه ونفس الايه القيم اللي جوه, شو ده اللي احنا مشكلتنا الحقيقيه خلاص. انا بقول لك ما تبصش على اللي جوه, ده نوع اسمه mgr وده نوع تاني اسمه ايه اسمه m, ده نوع وده نوع, حتى لو كان اللي جوه ايه مالكش دعوه باللي جوه, يعني في الاوبجكتس ما تبصش على اللي جوه ايه, اللي يهمني ان عندي لو انت عايز تقارن اللي جوه يبقى تعمل فور فور اتش وتقارن كل حاجه, تمسك بروبرتي بروبرتي وتقارنهم ببعض, بيساوي بعض وما بيساويش بعض, وتعرف اللي جوه زي اللي جوه هنا اللي زي هنا ولا لا, لكن احنا ما بنعملش كده, هنا احنا بنقارن الاوبجكت كله على بعضه كده, اللي هو الامب, هل هو الامب بيساوي المانجر, الام ما يساويش المانجر. ايه علي بقى ما انا جاي لك اهو, طب انا جيت قمت مغير ايه, ما عملتش كده, عرفت متغير اسمه تك بيساوي المانجر, بيساوي هنا اشتغلت شغلانه غير الشغلانه العاديه, ممكن اقول ان التك دوت ويزر هي تك دلوقتي بقت مانجر, والمانجر دلوقتي بقت تك, ممكن اقول تك دوت ويزر مش في تك وفي مانجر, بمسميين ما قلت يعتبر اسماء خلاص كده, فاللي غيره في التك هو اللي اتغير في المانجر, يسمع في المانجر, غيره في المانجر يسمع في التك, وهما الاثنين واحد, تطابق واحد وايكواليتي واحده,
مهمة جدا يا راجل، مهمة جدا طبعا ان انا يكون عندي اوبجكت واحد وليه اكتر من اسم. انا بقى ان انا بعمله يعني ايه تنفع معاك كده زي ايه يعني، بيبقى حاجة اسمها زي انترفيس كده يعني، انت يعني بتحط اساس وبتستخدمه باكتر من ايه من مسمى. مهم يعني سيبها لوقت استخدامها، بس اهم حاجه تفهم ان عمليه الاوبجكت مش شغاله زي عمليه المتغير العادي، مش شغاله زي عمليه المتغير الايه العادي. خلاص كده. كان في حاجه ثانيه عايزين نقولها نسيت انا طبعا. ينفع نجيب الاوبجكت ده بعد كده نحط فيها ليه طب ثواني عايز اطبع على الاكس يعني، عايز تقول ايه؟ عايز تقول مثلا هنا ان الام بتساوي التك مثلا؟ لا التك بتساوي لا مش الاثنين مش واحد، تك بتساوي الام يعني الام هو كده رميت المانجر خلاص وحطيت واحد جديد اللي هو الام. خلاص لو جيت قارنت دلوقتي هتقارن التك بمين؟ بالمانجر، بالمانجر الاول. لو قارنته بالمانجر الاول طبعا طبعا هيطلع لك فولس، لان ده بقى حاجه وده بقى حاجه تانية خالص. اما لو قارنته بالامب هيطلع ايه؟ ترو، لان هو بيكوال بيكوال لي. خلاص كده. ايه تاني؟ حد له اسئله تانية؟ مش... اه ما انا قلت له خلاص انت تكنيكال دلوقتي انت بتساوي الامب خلاص، فهو نسي كل القيمه اللي فيه وخد قيمه مين؟ بقى مسمى لمين؟ للام. خلاص بقى مسمى للام. خلاص كده. ايه حابين نقارن الاسم ده بالنعم؟ حابين نقارن ليه الام بالام؟ عايز تقول تك دوت نيم والام دوت نيم؟ ماشي ما هو المانجر فيه كريم يعني. اه انت عايز تقول ان هو تكنيكال دوت ايه يعني دوت ام والمانجر صح؟ دوت ام دوت نيم تقصد كده؟ ولا ايه؟ ما هو كده التك اخر اسم كان موجود فيه كان ايه؟ لا طالما سويته بالام بقى علي صح كده؟ والمانجر كان اخر اسم فيه ايه؟ كريم. يبقى لو احنا كده رحنا وعملنا ريفريش فولس لا ما يلغيش يا عم هو بيرجع لفوق ماشي بقى انت التطابق ده معناه ان النوع موجود والقيمه موجوده ما تقلبش يعني. المفروض انت سالت على ديت ما تسالش على الثانيه يعني. سالت على دي ما تسالش على الثانيه. اتفقنا على الفور اللي احنا سميناها فور اتش دي. لو جينا جربناها كده لمجرد بس ان انا اجرب لكم الفور اتش دي مع الري واوديكم حاجه كده مهمه شويه. خلاص. لو جيت قلت فار اكس بيساوي 5.3.7.9.10 مثلا او 2 خلاص برضه الطريقه دي تنفع، مش لازم اقول اكس بيساوي نيو اري وافتح قوسين مجموعه، ممكن اقول على الطاير برضه شغال. خلاص كده. طيب ماشي. طيب لو انا عايز اعمل فور اتش عليها او عند تحت كده بالنسبه لي ما بقاش ليه لازمه، اما اعمل فور بار ام ان اكس بار ام ان ايه ان اكس، هقدر دلوقتي اقول له مثلا ايه دوكيمنت دوت رايت الام، ام اول مره اشيل الخمسه، ثاني مره اشيل الثلاثه، ثالث مره اشيل السبعه كده خلاص سيمي كول. بس هقوم عامل جنبها كده اللي انا عملته ده زائد وبعدها ايه بي ار. خلاص
تعال نجرب. لو عملنا ريفريش طبع لي 0 1 2 3 4 لان الام شال الاندكس. طب لو قلت اكس وفتحت كده اقواس بتاعه الام اوف ام رجعنا عملنا ريفريش هيشيل لي 5 3 7 9 2 هو بيشيل الاندكس بتاع الايه بتاع الاريه. سواء كنت عملت اريه بشكل طبيعي او بشكل ما انا عايز اكد على الحته دي ليه. مش احنا ما كنا شغالين اوبجكت يا جدعان؟ كان يعتبر الاوبجكت لو جيت بصيت له كده كنت هتلاقي اسم بروبرتي وقدامها فاليو، اسم بروبرتي وقدامها فاليو. كان اللي يعتبر بالنسبه لي اسم البروبرتي هو الاندكس، صح ولا لا؟ وكانت شغاله بنفس المنطق واحنا شغالين هناك. كان كان الفور كذا ان كذا كان بيجيب اسم البروبرتي، ما كانش بيجيب الفاليو بتاعتها، صح ولا لا؟ ونفس الفكره بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاري بتاعك، بالنسبه للاري ايه؟ الاري بتاعتك بدون مشكله خالص. ماشي، عايز اوضح حاجه كمان. ممكن اجي هنا واعمل اكس دوت سورت، اكس دوت سورت لو جيت عملت ريفريش هنا كده طبعا 2 3 5 7 9 بس كده، ولا تتعب قلبك ولا تقعد ايه هي مترتبه جاهزه. بس في شويه حاجات تانية في الاري، انا بس حبيت اوريك السورت دي. دي فانكشنز من ضمن الفانكشنز اللي هي امبيدد جوه مين؟ جوه الاري، اللي هي اصلا اوتوماتيك جوه مين؟ جوه الاري. هل في حاجات تانية غير السورت؟ احنا شفنا السورت رتبت على طول من السؤال الكبير. طبعا انت عايز، طب لو انا عايز اطبعهم بالعكس عادي بقى، اعمل لوب بالعكس. اعمل لوب بالايه؟ بالعكس. يعني مثلا لو انا عايز اطبع، انا خلاص عملت سورت وجربت طلعهم لي ايه؟ تصاعدي 2 3 5 7 9 خلاص. طب لو انا عايز اطبعهم تنازلي بقى، انا عملتهم تصاعدي، بقول له مثلا var m بس عايز اسويه بايه؟ باكبر عنصر في الاري واقلل عشان ان الكبير للايه؟ سوف هيطبع بالعكس. ليه ايه؟ مالها؟ لا موجوده ريفرس، تقلب المصفوفة. عايز ابدا ام باخر عنصر، يعني 0 1 2 3 4 0 1 2 3 ايه 4. فممكن اقول له اكس دوت لينث قلت ايه؟ معلش سامعك، يعني ايه في لينس للاري؟ في ميثود اسمها لينس بتقبل طول المصفوفة. هي مش ميثود، هي بروبرتي. نعم. تجيب المصفوفتين امبارح. قلت لك لا؟ يمكن انا قلت لك، كنت فاكرك يعني بتقول حاجه ثانيه، او انا ما ركزتش في كلامي. ما ركزتش او ما كنتش معاك، كنت بركز او بفكر في حاجه كده فما كنتش مركز معاك يعني. خلاص؟ اكس دوت لينس ناقص واحد، لان اللينس هيجيب لي كام؟ 1 2 3 4 5، بس انا مش عايز يبدا بخمسه، عايز يبدا بكام؟ باربعة، لأن أخي أكبر عنصر عندي بكام؟ باربعة. ولازم تكون إكس أكبر من السالب واحد اللي هو لغاية الزيرو يعني. أو الأكبر منها وتساوي الزيرو هي أكبر من السالب واحد. خلاص كده؟ وهنا أقول إيه؟ إكس إيه؟ إكس إيه؟ إكس عليكم. إم. إم لازم تكون أكبر من أو تساوي أكبر من السالب واحد. وإم ماينس ماينس كل مره تقل بايه؟ تقل بواحد. كده انا قلبت، بدات من الكبير خلاص لغايه الصغير اكبر من سالب واحد لغايه الزيرو، يعني ببدا من الاربعه لغايه الزيرو وكل مره انقص بواحد. فكده لو عملت ريفريش كده بقى بيطبع لي من الكبير للايه؟ من الكبير للصغير. فانا عايز دلوقتي اعرض لكم شويه حاجات كده في الاري. يعني انا قلنا وشفنا الصورت وشفنا اللينث، اللينث دي بروبرتي، شفنا الصورت دي ايه؟ ميثود. لو كانت ترتيب الحروف كمان علي واحمد زياد مش عارف ايه الروح دي وزياد، بس اكيد عادي لانه هيشال بانكودنج فهيجيبها عادي فريش معاه، ليها ترتيب معين عنده. صح، لا جاء خالص حتى لو ضربت فرنك عرب هيجيبها. وزيد
وسايب. خلاص لو جينا عملنا ريفريش جاب لي الزد السمول قبل الزد الكابيتال، يبقى معناه ان حروف الكابيتال وبعد كده حروف الايه، يعني حروف الكابيتال وبعد كده حروف السمول، فلما عملناه بالعكس جاب لي حروف السمول وبعد كده مين الكابيتال، يبقى الاساس ان الكابيتال قبل مين، قبل السمول. خلاص والاس وعشان اي ال واي اتش فجاب الاي ال عشان الاي ال ايه، يعني هو لو كان بالترتيب التصاعدي كان الاي اتش قبل، فكان هيجيب احمد الاول، فعشان احنا عاكسين الترتيب فجاب الاحمد فين اللي هي الاي اتش في الاخر. طبعا ولو كان ثلاث حروف متشابهين كان هيشتغل معاك يعني ما يهمكش. خلاص كده فيها مشكله؟ طب واحد يجي يقول لي طب وافترضنا ارقام و هي بقت شغاله بالانكودنج تقريبا اسكي، اسكي كود، فالاسكي كود لما يجي بيرتب الجهاز بيرتب كل الحروف في 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 الري كده مكتوب تحت ايه، مكتوب في البار اللي تحت في النوت من تحت ايه بيكتب طريقه الانكودنج، يعني هو بيكتب ايه، قصدك على 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 البراوزر ذات نفسه؟ لا النوت، النوت لا انا مش جاب بالنوت باد، ماليش دعوه بالنوت باد خالص، ده هو لا النوت باد هنا بيسيف الحاجات دي على الجهاز بانكودنج كده، بيسيف الكلمات على الجهاز نفسه كده، يعني زي كده بتكلم على جافا سكريبت بتتبع اسلوب ايه في الـ في الـ في, الـ في السورتنج يعني، فهو بيبقى عنده كده الاسكي كود كله على بعضيه خلاص، كل الحروف وكل الرموز وكل حاجه، فهو بيبقى مرصوصين فاهمني ازاي؟ هو بيمشي على مين؟ على الرصه اللي عنده، حرف الايه اول حرف مثلا يبقى خلاص يبقى هو اول حرف، هو مش اول حرف، هو تقريبا رقم 65 تقريبا حاجه زي كده، ما علينا يعني ما علينا ما تدقوش. خلاص كده وانا اقصد يعني ان كل واحد ليه ايه ليه ترقيم، الرموز لها ترقيم وده ليه ترقيم وده ليه ترقيم، فهو بيمشي على الترقيم وبيشوف انه الاول وخلاص بيشتغل على اساس كده خلاص. بس الجميل ان هو بيشتغل لو حتى لو 10 حروف بيقعد ماشي مع الحرف، لو اتطبق مع الحرف خلاص اللي بعده واللي بعده مع لغايه لما يوصل لحاجه تفرق ده عنده. خلاص كده طيب، فالاري زي ما قلنا ليها لينث ليها حاجه اسمها بروتوتايب، حاجه اسمها بروتوتايب، البروتوتايب دي هي موجوده في كل الكائنات يعني في كل الاوبجكتس، والميزه بتاعتها ان هي بتخليني اقدر اضيف خواص او اعمل ميثودز زياده على اللي موجود. لا اللي حسوا واخدونا شويه زي الاد، عشان خدنا ازاي نضيف اد ميثود او فانكشن او كده خلاص. لو انت عايز تضيف تضيف واحده جديده للاري مثلا اسمها مثلا اسمها مثلا ايه مش عارف اسمها ايه مثلا ايه ميثود مثلا اسمها اعمل اي ميثود، ما هي فانكشن وعيش اكتب اسم وبيساوي فانكشن واعمل، فهمتني ازاي؟ فانكشن مثلا بتخلي الاري مثلا الزوج يطلع لوحده والفرد يطلع لوحده مثلا، او تجمع ميثود اسمها سم عشان مش موجوده، يعني مثلا عندنا حاجه اسمها دوت تو سترينج دي بتعمل ايه؟ بتقوم محولها لنص وكله اتفصل بكوما كوما 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 زي ما شفنا قبل كده. في جوين، في اقول المصفوفه دوت جوين خلاص، دوت جوين دي بتفصل انت ما بينهم بفاصله ممكن تحددها انت او تخلي الافتراضي كوما وتربط وتربط اكتر من واحده مع بعض زي ما وريت كمان شويه. وفي سورت، تعال بص بصيها كده، ادي مثال اهو، ماي اري بتساوي نيو اري وانت عامل فور اكس بتساوي 0 واكس اصغر منها بتساوي 10، اكس بلس بلس اري اكس بتساوي الاكس، يعني اول خليه 0 هتشيل ايه 0 1 هتشيل 1 2 هتشيل 2 3 هتشيل 3 4 هتشيل 3 4 مليت المصفوفه صح كده. لو جيت طبعت كلمه ماي اري بس كده على طول اهي بي كلمه ماي اري نقطتين ماي اري هتطبع لك ايه دي؟ هتطبع لك الاري بشكل سترينج اللي هي 0 كوما 1 كوما 2 كوما 3 لا مش الاندكس هي شايله كده، احنا عملنا لوب شلنا الاندكس 0 شايل كوما 0 الاندكس 1 شايل كوما 1 الاندكس 2 شايل كوما 2. لو جيت قمت قايل ايه ماي اللي هي ماي اري دوت تو سترينج بقى اللي هي ماي اري دوت تو سترينج هتعمل لي ايه؟ لو قلت ماي اري دوت تو سترينج هتطلع لك نفس الشكل بالظبط اللي هو 0 1 2 3 4 لغايه 10 هي هي ما ياخد بالك اصل دي اتحولت امبليسيت كونفرجن لسترينج عشان اتعمل لها كونكاتينيشن صح لا فتحولت ايه الى سترينج او انت حولتها بايدك دوت تو سترينج هتحولها بالشكل ده خلاص كده. في ماي اري دوت جوين ونقطتين فوق بعض
دوت جوين فوق وتين فوق بعض هيعمل لك الفاصله ما بينهم دوت اللي هي كولون 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 بدل الايه بدل الكوما. ممكن تعمل اي فاصل زي ما انت عايز ممكن تعمل اي فاصل ما بينهم زي ما انت ايه. ساعات بيبقى عندنا مشاكل يعني بنحب نشتغل بتبقى مهمه جدا لما يجي مثلا انت عايز تشوف الاريف فيها ايه وتقطع وتجمع فممكن يكون الكلام ذات نفسه في كوما ما بتعرفش تدور على الكوما. لو دورت على الكوما يعمل لك مشكله فبتضطر تفصل ما بينهم بفاصله تكون شكلها غريب هاش مش عارف ايه بحيث ما تلاقيهاش في النص خالص بتعرف ان دي فرق ما بين القمه الاولى وفرق ما بين القمه الثانيه وفرق ما بين القمه الثالثه. ساعات بنعمل حاجه زي كده خلاص. ماي اري دوت ريفيرز ريفيرز يعني اقلب فما يتبع يبقى 10 9 8 7 6 7 كده. فممكن اعمل لها سورت وبعد ما اعمل لها سورت اعمل لها ريفيرز هجيب لك ايه هتجي لك تنازل خلاص. لو انت عايز تجيبها تنازلي يبقى ممكن تعمل سورت وبعد تعمل بعد السورت وما يلاقي ايه ريفيرز خلاص. وسورت طبعا ايه شفناها اهم حاجه. البروتوتايب طبعا في عندنا كائن اسمه توليان برده وده برده بيدعم البروتوتايب ان انا ممكن اضيف عليه شويه ايه خصائص. المهم دي كانت بس الاوبجكت. انا عايز اقول ان في اوبجكتس جاهزه زي الاري وزي ما احنا عملنا اوبجكت بايدينا زي ما احنا شفنا عملنا اوبجكت ايه بايدينا. اخر حاجه قبل ما ابدا امشي او اخلص الجزء ده يعني امشي من الجزء ده خلاص. لو انا جيت على سبيل المثال حاجه برضو يعني ما قلتهاش كده على السريع امبارح عملت مثلا ام ليه باربعة لغايه الايه الزيرو ماشي كده حلو كده. وجوه الاريدي قمت معرف مثلا انت قال فار اكس او ماي اري ماشي حلو كده. وقمت جاي هنا في ماي دوكيومنت دوت رايت او انا عايز احط مثلا خلي دي بره فار مر فار ماي اري بره وحط تراي كاتش. فاكرين تراي كاتش وانا امبارح بس كده انت عايز تزودها تراي وادي كاتش ومثلا ايه اكسبشن او ايه وخلاص اكس ايه على سن ده يعني على سن ده مش نوعيه ده المتغير اللي هيشيل الخطا اللي هيحصل وهيشيل النوع يعني هو المتغير ده هيستلم الايرور اللي هيحصل هيستلم الايرور اللي ايه اللي هيحصل اوتوماتيك خلاص كده. احنا امبارح جربنا كذا حاجه ما طلعتش معانا ايرور فسرحنا ساعتها وعملنا حاجه ثانيه مش فاكر ايه فنسينا اقول لكم لو طلع ايرور بقى بجد هيحصل ايه جوه هيحصل ايه جوه خلاص. او عايز اديكم شويه ملاحظات عليها يعني. طيب لو انا جيت كده مثلا ادي فار ماي اري وقمت انا عايز اكسس ماي اري ماي اري اوف ام ماي اري اوف ايه اوف ام. بس خد بالك هنا في مشكله عندنا لو حد ياخد باله ماي اري دي عملناها بس ما عملناش انيشاليزيشن خالص ولا قلنا ان هي اري حتى ولا عرفناها باي حاجه يعني ما لسه اند فايند اساسا واشتغلت عليها كانها ايه كانها اري. فعايز اقول لو حصل خطا يقول لي دوكيمنت دوت رايت كلمة ايرور وجنب كلمة ايرور هقول له اي اكس لو حصل ايرور اطبع الاكس او اطبع اللي موجود جوه المصفوف. لو جيت عملت ريفريش قال لي ايرور وقال لي كلمة تايب ايرور وقال لي كان نوت ري بروبرتي فور اوف undefined في حاجه undefined. طبعا هو ليه بدا فور لان بادئ باربعه اصلا فاول عنصر بدا يقراه هو مين اربعه فقال لي انا مش قادر اقرا البروبرتي اللي هي رقم فور دي لان هي بالنسبه لي undefined فبيطلع لي تايب ايرور خلاص. يعني نوع البيانات خاطئ نوع بيانات ايه
نوع بيانات خاطئ. اللي انا عايز اقوله بقى ان في عندي مجموعه من البروبرتيز اللي هي موجوده اصلا تبع الاكسبشن. يعني على سبيل المثال ممكن اقول اي اكس دوت دوت مسج اي اكس دوت مسج لو جيت عملت ريفريش قال لي كان نوت ريد بروبرتي 4 اوف اندفايند. خد بالك من حاجه دي بتختلف لو انا قلت اي اكس بس. لما قلت اي اكس بس وعملت ريفريش كان بيقول لي تايب ايرور وكان نوت ريد ايه البروبرتي 4 اوف اندفايند. صح كده كاتب لي ايه تايب ايرور. ده نوع الايرور ذات نفسه اللي هو نوع الايرور اسمه تايب ايرور. لكن مع كلمه دوت مسج بيديني الخطا نفسه بس بيديني الرساله بس الرساله مش نوع الخطا اللي هي الحته دي. عملنا الفيش جاب لي الرساله بس. وفي اي اكس دوت نيم هيقول لي تايب ايرور بس ده اسم الخطا اللي حصل او نوعه يعني اللي احنا بنسميه نوع الخطا. خلاص اخر حاجه اي اكس دوت نمبر وعمل فيش بس الرقم ده بيبقى undefined لازم احوله من هيكسا ديسمال احوله بهيكسا ديسمال عشان يطلع لي رقم معقول تقريبا. يعني كنت لازم بقول اضربه في اشوف كده 0x1234 كده يطلع رقم ليه ولا ملوش رقم نوت نمبر. قال لي هو ملوش رقم. ممكن يكون الخطأ ده ملوش رقم ممكن يكون الخطأ ده ملوش ايه ملوش رقم خلاص بس في ex.a دوت نمبر دي من الخصائص اللي كنت نسيت اقولها مع الاكسبشن اللي موجوده.